أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في حديث القلم وأن الله تعالى أمره بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة، السؤال: هل يقال إن الله عز وجل قد أطلع القلم على الغيب المستقبل إلى يوم القيامة؟ بأمر الله، القلم ما كتب شيء من عنده، وإنما يكتب ما أمره الله به. نعم.